مساء الخير مشاهدينا، حلقة جديدة من نبض بيروت من طل من خلال لمواكبة التطورات على ساحتنا المحلية. وبصيرني أن يكون ضيفي الدكتور طارق عبود، وهو كاتب ومحلل سياسي. أهلا وسهلا فيك دكتور، أهلا وسهلا شرفتنا. نتالي. كل سنة وأنت بخير، إن شاء الله تكون 2022 بتحمل بطياتها الصحة، الأمان، راحة البال، البحبوحة المفقودة آخر فترة. يعني ما بعرف قديش ممكن تكون بحبوحة بدولار 30,000. إن شاء الله أول شيء تنعد عليكم على الجميع يا رب. بأيام أحلى وأعوام أحلى. هلا طموحاتنا نحن متواضعه لبنانيين، يعني وهيك شويه كهرباء شويه مي، طرقات يعني الحد منيحة، الادنى من الامور عايش. المعيشيه اللبناني صار مقتنع انه بيرضى فيها. يعني بنحط امال كبيره حقيقه، بحبوحه ورخاء ورفاهيه صارت يعني من الامور غير المضمونه، صارت يعني شبه هيك أحلام، مع أنه هي حقوق حقيقة. هلأ الحمد لله أنه الطبقة السياسية، الطبقة المالية والاقتصادية، النخب، يعني هيدي المجموعة ماشي حالها، يعني راحوا عيدوا برا وقضوا أعياد مجيدة وجميلة، ما أثر عليهم شيء. يعني فالمشكلة على الشعب اللبناني، الشعب اللبناني اللي إن شاء الله يعني يصير عنده هيك هيدي الكمية من الوعي حتى يعرف مصلحته وين حقيقة. انه مع هول يعني هيدي الطبقة السياسية، هول الزعماء اللي تاركينه، هول اللي ما عملوا شيء كل هالفترة الماضية، او يعني سيبقى مشدودا الى عصبيته والى قبليته حقيقة، الطائفية والمذهبية والمناطقية وكل هيدا التفصيل. هذه بالمقدمة. إن شاء الله يعني نتعلم من أخطائنا مثل ما بنقول، وكل مرة عم بتكون هيدي الأمور اللي عم تخلف اللبنانيين وعم بتقسم لبنان أكثر وأكثر. بدي أبدأ من حيث آخر التطورات. يعني كان في فرصة، بعد الفرصة صار في كلام ومواقف وردود، وشفناه تباعا، بدءا برئيس التيار، مرورا بعلي حسن خليل، وصولا مساء امبارح لا سيد نصر الله. يعني كيف ممكن نصور الحالة اللبنانية السياسية اليوم وسط هالمواقف المتضاربة؟ هل نحن أمام انقسام حاد لا رجوع عنه؟ هلا بداية السيد نصر الله ما حكي عن الموضوع الداخلي، مرورا وعد انه ترحيب بالحوار، وعد بخطاب لاحق يتكلم بالتفاصيل. وبدي أعلق على هالنقطة، ليش حيد هلا؟ لا، لأنه يعني كان المناسبة إقليمية حقيقة، يعني كان حدث دولي اقليمي اكثر من هو. التعليقات اللي صارت على مواقع التواصل انه لبنان اهم من الخارج، كان يفترض انه عن جد يعني يهتم بالوضع في لبنانيين الداخلي، عندهم يعني هيدي الفكره، بس عم بحكي انه المناسبه هي كمناسبه لم تكن مناسبه محليه، يعني هي يعني الذكرى الثانويه الثانيه للشهاده اللواء سليماني وابو مهدي المهندس، ووعد السيد انه يحكي بعدين بخطاب محلي مفصل. ولكن توطئة للحوار حقيقة اليوم كأنه بلشت الانتخابات النيابية، يعني بدنا نشهد، نحن نشوف هلا شد عصب، رفع على السقف السياسي، اتهامات متبادلة، دائما رمي المسؤولية عن الذات ووضعها عند الآخر. هالآخر هلا وحقيقة بكل الخطابات السياسية في جزء من اللي عم يحكوه جزء منه حقيقي وصحيح وجزء غير حقيقي، بس السؤال الجوهري، طيب نحن هلا صرنا سنتين بالانهيار، هلا ارتطام، انهيار بالكارثة، يعني خلص بالكارثة الاقتصادية والمشاكل. ما بعتقد انه يعني القادم سيكون أسوأ مما نحن فيه اليوم، يعني وانه يعني دائما التهويل بالقادم. 30,000 دولار والعالم يعني عايشة وساكتة وكل هذا، بس انا السؤال اللي بسأله نفسي حقيقة يعني كمتابع، طيب هيدي القوى السياسية اللي حكمت منا، حكم من 30 سنة ومنا كان جزء من الحكم من 15 سنة من 17 سنة، انه ولا حدا بيطلع بيقول انه نحن اين اخطأنا. طيب اوكي، كل الحق على الاخر،
وهيدا بتهجم على هيدا، وهيدا اكس بتهجم على ايجراك، وايجراك بتهجم على زد، صح؟ بيجي ما حدا بيقول يصارح شو هلا اجينا انتخابات نيابيه، وانتخابات نيابيه حاميه مبينه يعني من اول السنه انه مستواها مرتفع. طيب ما بيستاهل الشعب اللبناني مصارحه حدا يطلع من هالزعماء هالقوى السياسيه رؤساء الاحزاب؟ شو بنصارحه؟ حدا بده يقول عن حاله؟ لا عم بحكي، افترضنا انه احتراما للعقول. هلا اللبنانيين ليك عندهم شد عصب، عندهم عقليه في خلفيتها يعني طائفيه ومذهبيه ومناطقيه وكل هالتفاصيل، ويحملون ترسبات او رواسب من الحرب الاهليه، صح؟ بس اللبنانيين كمان ليسوا سذج، يعني بيعرفوا حتى لو يتم استغبائهم اوقات ببعض المواقف وتشويه الحقائق التاريخيه. حتى لو طلع اكس او ايجرك من الناس وحكي بكل سرديته، مش معناته انه هو اقنع الناس حتى جمهوره. يعني هلا الناس بتغاضى وما بتنتقد لعدد من الظروف، هون المشكله. في ظروف داخليه عند الجماعات الطائفيه، عند الاحزاب الى اخره، خوفا من شماته الاخر. يعني ما في نقد بناء، بس من ضبط مع بعضنا احلى ما حدا يشمت فينا. بس النهايه شو؟ انه الشعب اللبناني مقتنع بما يقوله السياسيون. طيب 30 سنه من سياسات اشترك فيها الجميع، هلا كل حدا يتحمل المسؤوليه بالقدر الذي شارك فيه في السلطه التنفيذيه والسلطه التشريعيه وادارات الدوله، احسن ما نبرئ حدا يعني ونكون هيك يعني كثير احنا يعني انه نتهجم على طرف ونترك مش طرف قصة آخر. تهجم أوكي. بس في واقع بدنا نوصفه، في توصيف يعني انه كل القوى السياسية اللي ماسك مالية غير اللي ماسك إدارة صغيرة، بمعنى يعني. بس بمجلس وزراء كانت كل القوى السياسية كانت تأخذ قرارات إجمالا بالإجماع، وأحيان كثيرة انه بعض التحفظات، ولكن هذه التحفظات ما كانت تعمل يعني فريم او تعمل انه حاجز انه ما تتخذ هذه القرارات. طيب 30 سنة وصل بلد للانهيار، أموال الناس راحت، يعني ودائع الناس راحت. هلا شو بدي بكل الحكي اللي بيحكيه؟ يعني هلا مثل ما اجانا رئيس الحكومة انه بعد 20 سنة او 30 سنة بتاخذوهم، يعني شو قيمتهم هلا بعد ما تحويلهم من الدولار؟ إذا واحد عمره 80 سنة بياخذوهم بعد 30 سنة؟ انه عم بيعودونا يعني انه كأنه حدا حيصدقهم بعد انه مش 20 سنة، 20 شهر، يعني 20 سنة بمعنى انه خلص. طيب هذه القوى السياسية ما حدا غلط، القوى الاقتصادية ما حدا غلط، المصارف ما غلطت، يعني ما بيستقيل موظف بكل هذا الانهيار؟ يعني هل قد هن شايفين الناس انهم اغبياء، وشايفين الناس ما بتفهم بالسياسة، وشايفين الناس انه هل قد بسيطين لحتى يسمعوا او يصدقوا كل هذه السرديات التي تقال على شاشات التلفزة؟ رئيس الحكومة قال ما منقيل ضابط إذا بالمعركة نحن، كان جواب واضح. إذا كان ضابط معه أكيد ما حيقيله لأنه من معسكره. فما عم بحكي أنه موظف أخطأ، موظفين أخطأوا. طيب ما حدا بيستقيل؟ بنشوف نحن بالوسائل الإعلام أنه يعني بيصير في حوادث قطارات أو سقوط طائرة مدنية، يستقيل وزير النقل، وزير الأشغال، بتقوم الدنيا. طيب انهار البلد، جوع الشعب اللبناني كله، ولا حدا يعني يعطي قيمة لهذا الشعب أنه حدا يقول والله أنا بدي استقيل من هذه المسؤولية، أنا غلطت. ما بدنا نحاسب حدا، ولا بدنا نحاكم حدا، ولا بدنا نحبس حدا، لأنه حدش بيحبس حدا بلبنان. كل واحد لاطي وراء الطائفة، وراء يعني المرجعية الدينية اللي له، قوة معينة. بس حدا يقول يعني شوية خجل بس انه حدا يقول نحن غلطنا ونتحمل المسؤولية. هذا الموظف غلط، بلا ما يقولوا في قضاء استدعى اشخاص تمردوا عليهم، ما بدك يقولوا نحن غلطنا؟ يعني خلينا نكون واضحين وهالقد الامور مثل ما هي. يعني اليس مستفزا يعني القضاء أن منزه هلا كمان ان يقوم يعني شخص مطلوب للقضاء مؤتمر صحفي هيك علنيه ويطلق اتهامات ولا حسيب ولا رقيب، اصلا في تشويه للحقائق بمعظم المعلومات اللي ادلى فيها؟ بمعزل، مش عم دافع عن حدا. بس هل القضاء عم بقوم بواجبه بكل الملفات، ملفات الماليه وملفات الأمنية وملفات الاقتصادية
ملفات الرقابه، وين هيئات الرقابه كلها اللي عندنا، مؤسسات الرقابه بلبنان وين؟ شفنا شيء موظف انحط بالحبس او استرجعوا منه اموال منهوبه من 30 سنه لهلا؟ طب ما خليه نحط طيب معلمه لهالموظف ما هلا لينحط، نحن ما الكبار يعني ما حدا عم بيقرب عليهم، يعني كرمال كله هيك، محمي. كرمال هيك انه ما بدنا نشوف نحن الامور من زاويه وحده. القضاء كله، معظم القضاء لا يقوم بدوره، فاذا قضيه هون صار فيها عرقله او صار في هون استنسابيه او في حدا مرعى القضاء، ما في عنا امثله من هلا يعني نقعد للساعة يعني 10 بدنا نروح نحكي على المثل اللبناني، يسويني ما يسوى غيري، يعني في شيء، في انه مشكلة، شو وقفت علي، في ما بدنا مشكلة كمان هيدي لغالية، السياسة تمشي، في يعني مشكلة بده حدا بالمؤسسات، يبلش. في مشكلة بالمؤسسات بلبنان، بكل المؤسسات. لبنان هلا بلد يتحلل، دولة تتحلل، ما فينا ناخذ جزئية بس نحن ما بتعيش أكثر من ونشوف. 100 سنة، يعني هي هي الدولة اللبنانية لا، ما سقفها هو 100 سنة. الدولة اللبنانية، الدولة العميقة اللبنانية تعيش يمكن وتدوم وتدوم اكثر بكثير، أكيد. بس عم بحكي كدوله لبنانيه، لا الطوائف دائمه ومستمره، وبين هذا النظام من خلال هذه الفتره صرنا سنتين انه النظام متجذر وعميق وصعب انه يهتز، لانه في توافق من كل الطوائف ومن كل المسؤولين الزمنيين يعني الحاضرين والسابقين وحتى اللاحقين متكاتفين انه على استدامة وعلى إنعاش وعلى الرضا بهذا النظام السياسي الموجود، وإلا يتفضلوا اللي مش راضي عن هذا النظام يطرح بشكل رسمي وحقيقي وواقعي وليس انتخابي تغيير هذا النظام والاتفاق على نظام جديد. طب هي هون يحكي قدام العالم كله وخلي هذا الشيء، لما يقنع بهذا الشيء خليه يكون برنامج انتخابي للمرحلة القادمة. كل اللبنانيين بيعرفوا انه هذا النظام انتهى وانتهت صلاحيته، يعني ميت، بس نحن ناطرين اعلان الدفن، يمكن اعلان الدفن يعني يمد لفتره طويله مع محاوله انعاش هذا النظام، بس انه لا اقتصاديا ولا سياسيا ولا ماليا ولا اجتماعيا ولا في شيء. طب ما ممكن يكون الحل بالحوار مثل ما دعا رئيس الجمهوريه، ام انه الحوار لا يجدي نفعا طالما هالقد في عمق بالانقسام والامور الاستراتيجيه الداخليه مش متفقين عليها؟ مبدا الحوار هو واجب واساسي، وعندما يدعو رئيس الجمهوريه هذه القامه الوطنيه الى طاوله حوار للتداول بالمشاكل او المشكلات التي يعاني منها اللبنانيون او لبنان، فهذا شيء مرحب فيه حقيقه. بس ما نرجع بنقول ليه انه هيدي الطبقه السياسيه هي اللي عملت هذا الانهيار، كيف نحن نرجع نقول انه نفس الطبقه السياسيه اللي استفادت من الانهيار واللي هربت اموالها للخارج ترجع تظبط، ترجع هي يعني نعطيها الثقه انه هي ترجع تنعش البلد وتقوم بتنهض بالبلد؟ شو الخيار البديل؟ ما هو المشكله فيش خيار بديل، حتى لطرح الحال قوى تغييريه هلا بلبنان هي قوى يعني اصلا ليس لديها برنامج سياسي، مش وتعتاش أصلاً. تعتاش على الهبات وعلى المساعدات وعلى الرشاوه اللي بتجي من السفارات ومن الخارج. ما هو المشكله انه ليش هذا النظام يدوم ويعيش اكثر؟ لانه ما في بديل، ما حدا طارح بديل حقيقي وواقعي، والبدائل المطروحه تناسب فئه ولا تناسب فئه اخرى. نرجع لموضوع الطائفيه والموضوع المناطق، وهذا بده هذه الامتيازات وهذه الامتيازات. فرصة ذهبية أمام من يريد تغيير هالواقع، إلا إذا ضمنيا ما حدا بده يغير الواقع، يعني حتى المجتمع الدولي اللي ينادي بعن جد تغيير الواقع السياسي بلبنان، هذه الطبقة بين مزدوجين الفاسدة، أنه هالدعم الخارجي الكبير لقوى التغيير يبدو، بس لقوى التغيير معظم القوى السياسية اللبنانية مدعومة من الخارج. هلا شو بدي بكل البروباغندا اللي بيجوا يعني بيطلعونا على بالسرايا الحكومي ولا بأي مكان، بيجوا المسؤولين الدوليين وبيحكوا لنا عن محاربة الفساد وعن ما الغرب هو الذي يحمي هذه الطبقة السياسية. كيف؟ هلا إذا حدا بيسأل المشاهدين كيف؟ طيب أوكي، كل اللي هربوا أموالهم للخارج وأموالهم ما موجودة بإيران ولا بسوريا يعني ولا بفنزويلا، ما موجودة بأمريكا وبسويسرا وبفرنسا وبريطانيا وبدول أوروبية.
طيب إذا هذا المجتمع الدولي حقيقة هو مقتنع مع ذاته مع نفسه أنه هو يريد محاربة الفساد أو الانتهاء من الطبقة السياسية، يعني هذه اللي هلأ جايين فيها يعني معزوفة جديدة، طيب أوكي ما أنت فيك تعمل عقوبات عليهم وفيك تسترجع الأموال التي هربت إلى الخارج، وتجي بتقول أنت من إذا أنت زعيم سياسي كنت تعمل يعني قبل ما تفوت على 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 الدومين السياسي كنت معروف قديش حجمك المالي، وهلا انت فاخر الموجود من وين؟ طب ما في حدا عم بيقول انه انا هربت، نحن هربنا 500 مليون دولار بخلال الازمه لا نقدر نطعم والناس شعبنا والناس مش قادره تسحب دولار او 100 دولار. طب حدا عم يعترف بشكل علني؟ طب المجتمع الدولي وين؟ طب هو مش بسويسرا وبامريكا وبفرنسا وبريطانيا المصاري؟ اذا انتم عم بتقولوا انه هذه الطبقة السياسية هي غير مؤهلة وهي فاسدة أو مفسدة وهي لا تصلح للحكم، طب تفضلوا عملوا لنا عقوبات، ولا بتعملوا عقوبات على على ناس بس على موقف سياسي وهي غير متهمة أصلا بالفساد، يعني كيف يعني كيف الاستنسابية والازدواجية بالمعايير؟ طيب هل قد الملفات الداخلية مهمة؟ أليس من المستغرب أنه بيظل كل هالمواقف وهالتشنج والوضع الاقتصادي اللي عم بيزداد سوءا أنه يطل مبارح السيد نصر الله فقط ليؤكد أننا مع الحوار ولم يتناول الشأن الداخلي؟ أكيد يمكن للمناسبة مثل ما قال، ولكن كان ضروري إدخال لبنان مرة جديدة بصراع مع السعودية وهالاتهامات وهالتهجم على المملكة العربية السعودية ما استدعى رد من رئيس الحكومة وقال أنه رأي السيد نصر الله ما بيمثل الحكومة اللبنانية؟ هلأ بموضوع يعني أنه الخطاب أو الكلام بالسياسة الداخلية، يعني عن بحكي عن انه السيد ما تفضل بالموضوع الداخلي، وحتى اللي حكيوا باليومين السابقين انه الموضوع ليس موضوع خطاب وليس موضوع توصيف وليس موضوع هجوم على على فلان وعلى فلان وعلى هذه الجهه وعلى الجهه. اللبنانيين يعني اذا كل النهار حكينا هلا سياسي وطلعوا كل الزعماء السياسيين والرؤساء الثلاثه ورؤساء الاحزاب والنواب والمدراء العامين والإعلاميين والمحللين والأكاديميين والنخب وكلنا عملنا خطابات سياسية على كل الشاشات، شو الإفادة منها؟ الموضوع يحتاج إلى حل وليس إلى خطب سياسية. يعني بس في أسئلة يعني توجهت لسيد نصر الله. لا عم بحكي أنا بشكل عام إنه نحن اللبنانيين يحتاجون إلى حلول. أكيد. طيب. حلول عملية. إذا الحلول مش موجودة. أولاً. إذا الحلول مش موجودة. يعني كل الحكي اللي عم نحكيه على الشاشات هلا هو غير مفيد للبنانيين، علينا ان نتجه الى الحلول. اللبناني هلا المواطن اللبناني بمعزل عن طائفته وعن حزبه وعن انتمائه وعن عقيدته وايديولوجيته وكل التفاصيل وعن قبيلته وعن عشيرته يحتاج الى حلول. انه يعيش بكرامته ولا يحتاج احدا. وكل مره حكومه طيب انقاذ، وين الحكومه اليوم؟ طيب وين المسؤوليه؟ منا بملعب رئيس الحكومه انه يدعي لجلسه او للي عم بيعطل انعقاد هذه الجلسة، أليس يعني من الضروري أنه شوية تنازل عن هالعناد اللي صاير وشد الحبال؟ في حكومة قائمة، منا حكومة تصريف أعمال مثل قبل، يعني ترمى الأمور هيك على مراسيم جوالة وفي أمور معيشية، واليوم عم بيتناتشوا المسؤولية لدرجة اتهام رئيس الجمهورية ما بيوقع وما بيمشي. في حكومة، لماذا لا تجتمع هذه الحكومة؟ أين رئيس الحكومة من هذا؟ كمان نفس اعتمد هالمرة بهيدا الموضوع. في شلل بالمؤسسات، عم نحكي الدولة تتحلل. انت ليه الموضوع مش بس انه اجتمع مجلس وزراء ام لم يجتمع، طيب على ماذا يجتمع؟ طيب اذا ما اجتمع ليش هو في حكومة تستقيل؟ لا ما كانت وظيفة الحكومة كانت واضحة، يعني المجتمع الدولي لما ضغط الفرنسيين والامريكيين لما ضغطوا الى تشكيل الحكومة بهذا الوقت كان هي مهمتها شبه الوحيدة اجراء الانتخابات النيابية بأيار او بأزار. هلا صارت بأيار 15. هيدا وظيفة الحكومة. هلا كل هيدا تضييع الوقت هو للوصول إلى الانتخابات النيابية. يعني رئيس الحكومة والمجموعة الهدف بس الانتخابات؟ أكيد. المجموعة اللي مع رئيس الحكومة، يعني حتى يعني نائب رئيس الحكومة شوفي قديش هن سعادة الشامي مستسخفين الناس. إنه بيجي حدا بيقول له ببعثوا رئيس الجمهورية إنه بدنا المحاضرة عن المفاوضات مع صندوق النقد. شو بيقول له؟ بيقول له نحن مش عم نلحق ندون. انه هذا بياخذ وقت، انه الناس بتتحمل هلا
يسجل ريكوردينج سياسات او اتفاقيات مع صندوق النقد ومع غير من دون صندوق ما النقد. حاضر. لا لا، انه هذه يمكن تتحملها احنا على 30 سنه و40 سنه و50 سنه، واللبنانيين مش عارفين على شو عم عشو يتفاوضوا، يعني عم صح. يتفاوضوا بالعتم. يعني قاعد الرئيس مئاتي وسعاد الشامي ونقول نحاس وما بعرف من معن الرابع عم يتفاوض مع صندوق النقد بالعتم وما بده حدا يعرف. هذا جزء من عدم يعني استسهال، او انه هو مبسوط بعدم تسيير امور مجلس الوزراء، لانه مجلس الوزراء يمكن يصير فيه نقاشات، يمكن يصير فيه تصويت، يمكن يصير فيه طرح لكل الملفات. جزء من يعني تعطيل الحكومه او الاستئناس بتعطيل الحكومه هو هذا اللي عم بصير هلا بيومياتنا. يعني مين بقول انه انت نائب رئيس الحكومه انت مخول ان تفاوض عن كل اللبنانيين مع صندوق النقد وما حدا بيعرف شو عم تفاوض؟ كرمال هيك وهو ما عارف انت يعني نظرته لصندوق النقد حتى للموضوع يعني الخسائر. طيب ما بيجي سعاد الشامي هلا محافظ الالقاب والرئيس مئاتي بيقولوا انه الخسائر هي 68 مليار دولار، 69 حددوها، اتفقوا على رقم 69، الحمد لله طب اتفقوا على رقم. لما قال الرئيس حسان دياب بالخطة التعافي المالي انه الخسائر هي بحدود 62 مليار، شو قالوا؟ هجموا عليه كلهم، ارقام غلط وارقام مضخمه وارقام خياليه وغير حقيقيه وحط فيها يعني اشياء غير واقعيه. طلعت اخر شيء ارقام الرئيس حسان دياب هي صحيحه وهي الحقيقيه. طب شو اللي هلا عدم بدا؟ طيب هو الخلاف كله هلا جزء من عدم يعني انعقاد لجلسات الحكومه، ما هو كمان نفس الموضوع يا نتالي، هو من سيتحمل الخساره او من يتحمل، مش سيتحمل هلا سين الاستقبال خلصنا منه، صرنا يتحمل وتحمل، صرنا بالماضي. الذي تحمل الخساره والكارثه هو المواطن والمودعين. وهذه هي سياسة كل معظم الطبقة السياسية أحسن من، لأنه كانت عم تعمل جهد لتحميل المواطن والمودعين الخسائر التي تكبدتها كل تلك الفترة، خسائر المصارف مصرف لبنان وحتى الخسائر الدولية. فتحمل المواطن على دولار 30 ألف، ولا أنه عم يشتروا دولار بيطبعوا لبناني وبيشتروا الدولار وبيسكروا الفجوة الموجودة بمصرف لبنان. ما كل العالم عارف هذا الشيء، ومعظم الطبقة السياسية ديون على لبنان هي متفقة على أنه هذا المسار الذي يقوم به حاكم مصرف لبنان لتخفيف الخسائر، ومطلع بعد شوي علينا 20 أو 30 مليار دولار دين من دون 100 مليار من تحمل الباقيين المواطن والمودعين. هذه هي الحقيقة، مودعين الصغار مودعين لأن الكبار هربوا مصرياتهم ومشي حالهم يعني بالنهاية، أو المودعين الكبار اللي ما قدروا يهربوا. خلينا نقول الاستنسابية اللي صارت هي اللي دفعت اللي بقيوا تحت القانون. بس هون يعني افترض أوكي المواطن قبل أن يكون هو عم يتحمل الخسارة، المشكلة أنه ما في خطة لنرجع نبني الاقتصاد اللبناني، هاي المشكلة. يعني كمان فوق الخسارة في غموض، هو كمان الخلاف على المرحلة المقبلة. هلأ سلمنا كلنا جدلا واستسلمنا يعني انه دفعنا كلفة الخسائر خسائر ودفع الشعب اللبناني كلفة الخسائر. طيب المرحلة المقبلة شو يعني الى اين؟ هلا هن شو عم يعملوا؟ هن رجعوا شو عم بيقولوا؟ هلا عم بيسوقوا لسردية قديمة جديدة، شو بتقول؟ انه الدولة اللبنانية تتحمل الخسارة. ليش الدولة اللبنانية؟ لانه هن بيعتبروا المصارف اخذوا اموال المودعين اعطوها لمصرف لبنان، مصرف لبنان الموجودين معه المصاري اعطاهم للدوله، قامت الدوله سرقتهم او ضيعتهم او هدرتهم. طب ما نقول شيء ثاني. طيب اوكي، مين بتحمل المسؤوليه يعني؟ الدوله. طيب اذا اتفقنا انه الدوله بتحمل المسؤوليه، كيف بتحمل المسؤوليه؟ هذا اللي عم بيحكي فيه الرئيس مئاتي وسلم صفير يعني جمعيه المصارف، انه شو بدهم يعملوا؟ بدهم يبيعوا اصول الدوله. الدولة تتحمل مسؤولية الخسارة حتى نرجع الأموال للمودعين، نحط صندوق سيادي، منبيع أصول الدولة بنحطهم بصندوق السيادي، يمكن نرجعهم للمودعين بعد 20 سنة مثل ما قال الرئيس ميقاتي. يعني هيدي يعني الهدف الحكومة الحالية غير الانتخابات. الاستهداف لا مش الحكومة الحالية، السلطة جزء كبير من السلطة الحاكمة والدولة العميقة بالبلد. السلطة التنفيذية بتاخذ هيك قرار. ما هن جزء منهم موافقين إنه تحميل الدولة المسؤولية لبيع أصول الدولة
والشراء من قبلهم هن بأبخس الأسعار تحت عنوان الخصخصة. حتى يرجع يحكموا البلد يعني بشرعا وقانونا ومن خلال المؤسسات الموجودة ل 100 سنة و 200 سنة اللي قدام هن وولادهم. هيدي هو كل اللي بده يصير. عشان هيك الخلاف على المرحلة المقبلة. كمان القوى السياسية اليوم اللي جاية على الانتخابات عليها أن تصارح الناخبين إنه نحن شو بدنا نعمل المرحلة المقبلة. المرحلة الماضية استسلمنا قلنا إنه خلص انسرقوا المصريات ونهب البلد وبخت عليكم وصار اللي الشعب. صار اللي صار. طيب أولادنا شو؟ أحفادنا شو؟ هل إنه ما نتحمل مسؤولية بعد 100 سنة نحن كرمال كمان نرضي توحش ونزق هذه الطبقة المالية والاقتصادية والسياسية لكي نبيع أملاك الدولة كلها ونعطيها نقدمها على طبق من فضة لهذه المجموعة حتى ترجع تتحكم بالناس 100 سنة لقدام؟ هذا هو السؤال المطروح. القوى السياسية اليوم قبل ما نطلع نحكي خطابات حق عمين وحق علي وحق عليك تتفضل تقدم برامج سياسية واضحة، برامج اقتصادية واضحة، طيب كم برنامج برامج اجتماعية صار واضحة. يا دكتور ما حد حط برنامج. برنامج هلا نحن حكومة الرئيس دياب كل أجمع أنه خطة التعافي الاقتصادية طيب اللي بتجنن، يعني مش مهم ينوضع خطط، المهم يتم التنفيذ والمضي فيها من اللي وما يتم عرقلتها. من اللي أعدم خطة الرئيس دياب؟ نرجع نفتح الموضوع هلا ما هي قصدي طيب. قصدي مش مهم تنحط فينا معظم القوى السياسية اللي عم نحكي نحن عم ندعيها انه تعمل خطاب انتخابي واقعي وصريح مع اللبنانيين هي اعدمت خطه الرئيس حسين دياب واللي وقف عليها صندوق النقد واللي قال صندوق النقد انه هيدي ارقام صحيحه وحقيقيه وواقعيه صح. خلينا وكان دولار 4000 بعده حتى بالعلن كل السياسيين قالوا هي ممتازه وسننطلق ننطلق منها لمرحله جديده. طيب هلا بالخلاصه هذا المقطع انه هذه القوى السياسيه عليها اليوم ان تحترم عقول ناخبيها وتقدم برامج سياسيه، برامج اقتصاديه، برامج اجتماعيه. هلا انا بقول لك شو بده يصير، مش حيقدموا شيء، حيبلشوا هلا بلشنا من اول السنه مواقف خطبيه هجوم على الاخر، تحميل المسؤوليه للاخر، شد العصب الطائفي والحزبي وال يعني المناطقي والى اخره، وتحميل الآخرين كل المسؤولية ونزع المسؤولية عن هذا الطرف الذي يعني عم بيقدم حاله على الشاشات وعلى غيره، عم بيحكي عن الكلب والنزول يعني هيك التعميم من دون يعني يكون في أمثلة واضحة بتضيع الحقيقة. الكلب هلا سيقود خطابا انتخابيا سياسيا لأنه الشيء المربح هلا هو الخطاب السياسي. بالسياسة بنحكي قد بدنا ومعنا مساحة واسعة بالسياسي. هلا القوات اللبنانية بيهجموا على سلاح المقاومة انه احتلال ايراني، والكتائب نفس الشيء، والان جي اوز انه هذا احتلال ايراني، وحزب الله دمر البلد طب ايه اوكي هن بيعتبروا هيك. طب انتم شو برنامجكم؟ انتم شو عملتوا ب 15 سنة؟ ما بيسألون يعني لا يساءل حزب القوات اللبنانية أو حزب الكتائب وكمان الحزب بيشد عصب جمهوره بالهجوم على أمريكا إيه؟ والهجوم على عم الأحزاب أنا أنه أنتوا شو كان دوركم بالحكومات؟ أوكي أنه أنتوا عم تهجموا على الطرف الآخر، يعني المادة اليوم هي مادة سياسية للهجوم على الطرف الآخر وتبرئة النفس. وأنا عم أقول لك يمكن الكل يستخدموا هذا الخطاب لأنه ما في برنامج، اثنين ما حدا بيعترف بخطأه وما حدا بيعترف انه تحمل مسؤوليه، يعني ما فيش حدا خطأ بال. طيب واين المجتمع الدولي لكل ذلك وحتى فرنسا تحديدا؟ مش فرنسا يعني رئيس ماكرون دغري ركض وحط نفسه امام يعني الشعب اللبناني لتنفيذ الاصلاحات وانه رح يراقب وحط قبض ايده على الطاوله، مش هيك المشهد من اكثر من سنه؟ ورجعنا فتنا بموضوع المرفأ وموضوع الكهرباء اليوم 4 شهر يعني في هلا وقفه بعد شوي للاهالي، مين بده ياخذ المرفأ هو ولا الالمان، ومين بده ياخذ شركه الاتصالات، ومين بده ياخذ. صرنا يعني كنا عم نحكي ببناء الدوله، صرنا عم نحكي بالاستثمار بالمرافق اللبنانيه المنهاره وكمان شراءه بابخس الاسعار يعني ركته مصلحيا اكيد يعني في حدا بالسياسي بيعمل يعني صداقات وبكون نادر يعني بس بكي اجا وحسم على الشعب اللبناني طبيعي. ما هو هذا المشهد، ما هو مسرح والمسرح يحتاج الى لاعبين والى اداء تمثيلي،
حقيقة. طيب التقريش وين؟ التسهيل وين؟ طب انت عم بتقول انت مع الشعب اللبناني وما بدك كنت تزور القوى السياسية، طب ليه ما بتعمل عقوبات على اللي هربوا اموالهم؟ ليه بتعمل عقوبات على اللي نهبوا البلد؟ ليه بتعمل عقوبات على المصارف اللي سرقت اموال المودعين؟ طب هي كلها عندكم، ملفات عندكم موجودة، يعني ما بدي انا ولا انت جندلهم الفرنسيين ولا الامريكيين ولا البريطانيين على الذين سرقوا ونهبوا البلد، وين حط مصرياتهم؟ وين بصيفوا؟ وين اليخوت اللي لهم والطائرات الخاصة والشقق الباريسية ونص بكل عندهم باسبورات أجنبية طيب إلى سلطة الدولة إذا عليهم. ماكرون الرئيس ماكرون مع حفظ الألقاب ولا الرئيس بايدن ولا جوتيريش الأمين العام الأمم المتحدة وكل هذه المجتمع الدولي يعني يريد مصلحة اللبنانية، تفضلوا قدامكم ساحة وملعب طويل عريض وبتغرفوا قد ما بدكم منهم. يعني هيك يعني خجلونا بشي مرة تحط عقوبات على حدا لحتى انه هذا لانه سرق الشعب اللبناني، مش عقوبات سياسية لانه فلان نختلف نحن واياه بالسياسي. فالمجتمع الدولي انا بدك الحقيقة هكون هيك شوي اكثر نفاقا من السلطة السياسية اللي عندنا والاقتصادية والمالية، وهو متآمر خلال اذا بكون منذ باريس واحد الى سادر او باريس اربعه، والا وين راحت الاموال؟ يعني اللي بيعطي واحد مصاري بيعطيه قرض ما بيعمل ما بيشيك وراه انه شو عملته، هن بيعرف. هلا اللبنانيين بفكروا انه الاجانب يعني انه ما بيعرفوا، بيعرفوا كل التفاصيل وبيعرفوا كيف سرقوا المصريات، بس هن كانوا عم يعطون لكي نصل الى هذه الحاله ليه؟ من شو الاغراق. الهدف؟ شو هدف المجتمع الدولي من انه لبنان هالقد يرهق اقتصاديا واجتماعيا؟ جزء منه انه لبنان كمان هو بجوار فلسطين المحتله، وما مش لازم تكون تأملوا قايمه ندفع لهذا ثمن البلد يعني مقابل طبيعي. وكل ما لبنان لحقنا. كان ضعيف كل ما اسرائيل كانت قويه، وكل ما لبنان كان قوي اقتصاديا واجتماعيا كدوله كل ما اسرائيل كمان بتضعف، وهن بيعرفوا هيدي التفاصيل. ف يعني مد الحبل او اعطاء الفرصه لهذه الطبقه السياسيه لكي تنهش الماليه العامه للدوله اللبنانيه وكل القروض مش مساعدات، كل القروض، وما في عندنا كهرباء ولا مي ولا بنيه تحتيه ولا قطار ولا سكه حديد ولا شيء، هاي الغرب كان يعرفه وكان تارك هاي الطبقه السياسيه، بالعكس كانوا يعطوه جوائز للحاكم، قديش ياخذ جوائز عنده الخزانه مش صايعه بخزن العين من الجوائز. بنهي الملامة عليه ولا هو جزء من على المنظومه، السياسة على المتبع السياسة المتبعة بنهي كان عم بنفذ السياسة تبعتها الحكومات هو المتعاقبة جزء، طيلة هالسنوات. هو ليس لا يتحمل ايه مسؤوليه كامله، بس هو جزء انت من اذا كنت عسكري وفي ضابط عطاك امر تعمل شيء بتروح تتمرد عليه حتى لو كان عطيك امر هو مش غلط؟ عسكري، انه هو عطيت احد، مثل انه هو بالاطار احد المقررين ايه بلبنان، هو مش عسكري، بيتمرد هو مش على موظف، القرار ايه السياسي بيتمرد، وقرار الحكومة. بيتمرد على رئاسة الجمهورية وتمرد على شركة التدقيق وما كان يعطيهم ملفات مصرف لبنان. هو عسكري يعني هلا بيطلع انه اخر شيء، هو يعني حدا كثير انه انا بسيط، استشفيت من كلام لا لا رئيس مئاتي مش انه يعني انه بسيط يعني قد يعني حاكم مصرف لبنان لا يعني لحتى ينفذ السياسات، لا هو كان عم ينفذ السياسات وكان مستفيد وكان موعود برئاسة الجمهورية وكان عم كان يعني يمنح العطايا للقوى السياسية لأنه كان حاط عينه على أسرب عبده. وهلأ هو شو عمل؟ هو منع شركة يعني ألفاريز من أنه توصل لملفات، ما أعطاها الملفات. ليش؟ لأنه مدان بالملفات، وجزء كبير من الطبقة السياسية سيدان أيضا بملف التحقيق رح يصير الجنائي. برأيك ما ولا بصير، ما خلص كنا تعطل من بدايته؟ ما واضح أنه المسار مين بده يعني اي عاقل بصدق انه الطبقه السياسيه كانت وهي متهمه في الهدر والفساد والسرقه ستعطي الملفات وتعطي تمريره حاسمه مثل ما بيقولوا بالفوتبول لشركه يعني التدقيق او لرئاسه الجمهوريه بانه تكشف كل الملفات من 30 سنه، هذا شيء غير عقلاني يعني حقيقه غير واقع. طيب اللافت عفوا اللافت كنت عم تحكي انه فتنا بمعركه الانتخابات اذا بدنا نقول، علما انه الصوره بعد مش واضحه وكل بيقول انه بشباط لتبين التحالفات والى ما هنالك الصوره الانتخابيه كيف راح تكون.
برأيك الانتخابات بال 2022 رح تكون كتير شكلها غير ال 2018 من ناحية التحالفات؟ يعني رح نشوف تحالفات غريبة عجيبة، أو مثلا رح نشوف فريق لحاله عم بيخوض الانتخابات نظرا للتباينات القائمة من بعد 2019؟ ما بعتقد البلد مقسوم، يعني هلا استراتيجيا مقسوم، وعموديا مقسوم. يعني عم بحكي وبالملفات الداخليه مقسوم، بمعنى هلا انه اذا عم تحكي انت انه هل سيخوض التيار الوطني الحر مثلا الانتخابات منفردا لانه في عنده مثلا ملاحظات والتفاهم مار مخايل، يعني اللي بده تطوير بحسب يتزعزع الوزير باسيل في تطوير من يعني الناحية الإيجابية. نحن عم يعني يعني عند الاثنين لازم يكون في تطوير، يعني 100%. ما بعتقد انا انه هلا يعني التيار الوطني الحر انه يتخلى عن التحالف مع حزب الله، ولا حزب الله سيتخلى هلا عن حتى بالانتخابات التحالف. 2018 ما كان في تحالفات واسعة، يعني تنكون كان في واضحين. اكثر، بالعكس يعني كان كان في التباين اكبر، تنافس. 100%. ولكن هلا هو تفاهم وليس تحالف، صح، ولا انه هن حزب واحد، وطبيعي انه يصير هذا الاختلاف بالرأي، وكل حدا يكون عنده وجهة نظر بملفات داخلية، لانه الملفات الداخلية معقدة، ومثل ما بيقولوا بالعامية الفقر بجيب النقار، مش هيك؟ يعني البلد انهار والدولار ب 30,000 والمؤسسات تتحلل، وطبيعي انه يصير في خلافات او اختلافات بين القوى السياسيه المتحالفه. فيعني هيدي النبره وهذا السقف المرتفع عند التيار الوطني او عند القواعد، هذا شيء مبرر حقيقه، لانه هو عنده تساؤلات، وحتى الطرف الثاني عم بيقولوا انه يعني كمان نحن نتقبل هذا النقد او هيدي الشكوى، ولكن المهم انه ايجاد ارضيه مشتركه، لانه الحزب والتيار حقيقه هن بحاجه لبعض، وبحاجه انه يخوضوا هذه الانتخابات كحليفين كبار بالبلد، وحليفين تجمعهم لا تجمعهم المصلحه، تجمعهم قيم مشتركه كثير بين هول الحزبين، واثنين انه ما يشمتوا الاعداء فيهم، يعني الاعداء اللي ناطرين على المفارق. وثلاثة، ينتبهوا القواعد الجهتين، انه اللايكات اللي عم تنحط على تويتر ومن غير تويتر هي من جهات تريد ايضا ان تدخل في هذا النقاش او الخلاف بين التيار الوطني وبين حزب الله. رح نتابع يعني بكل وقفة شهرية بأربع شهر بعد انفجار 4 آب 2020، وجع كبير واضح أكيد، يعني ما في شيء بخفف من هذا الوجع إلا الحقيقة. ولافتة الكلمة يعني بالقول أنه إن شاء الله ما يصير هذا التحقيق يكون مصيره الضياع والتضييع، والتوجه إلى القضاء بالمطالبة أنه الكل يمثله أمام القضاء، وما يكون في يعني صيف وشتي تحت سقف واحد. يعني كيف بتشوف مسار هذا التحقيق اليوم، وهل تجمدت الأمور إلى حين الحل السياسية؟ شوف نتالي، بعد كل اللي صار من 17 تشرين 2019 لليوم، بعتقد أنه انفجار المرفأ إجا هيك توج كل هيدا المأساة يعني الموجودة. وحقيقة أنه إذا كمان بضيع دم شهداء المرفأ وكل الضحايا والجرحى والبيوت اللي اتدمرت، ووجه بيروت اللي كمان انخدش او يعني ادمي بهالطريقه، هذا بيكون جريمه تفوق جريمه المرفأ. نعم. بس للاسف يعني نحن بنشوف من سياق التحقيق، يعني اللي حكيه هلا الاخ باللجنه او اللي شايفينه المراقبين واللي شايفينه نحن والاعلاميين وكل العالم، انه في مسار غير سوي في موضوع التحقيق، انه في حدا، في اصحاب النيترات اجوا بدهم اياهم، القاضي جاد معلوف منعهم، في مسؤوليه لقياده الجيش كانت بالموضوع بالمرفأ، في مسؤوليه للقضاء، مشان هيك عم بيقول قصه قائد الجيش اشرف ريفي. طيب هو واللواء اشرف ريفي كان مسؤول، طيب كل هيدي المجموعه اللي كانت مسؤوله وقت ما اجوا النيترات، وقت ما لحد ما تفجرت النيترات، طيب ليش نحن ما ننفذ للإهمال الوظيفي؟ بغض النظر انه كمان في اهمال وظيفي ومش عم ندافع عن طب حدا، بلكي فشخه ليش بس عم نستدعي فشخة الامور، بقبل يعني ضروري يدعي الكل يعني بالملف فالمره حتى يعمل مصداقيه لعمله للقاضي بيطار، بتفضل يدعي كل اللي لهم علاقه بالملف. صرنا سنتين
مش عم نحكي اول اسبوع وناطرين يمكن استدعي بعدين، انه اول اسبوع استدعى اوكي، اكس بس واجرك ما وزد. بتتمشي اول فشخة، ما لا ما السياق في دعاوى، في رد الدعوة، وشفنا كيف رد على ما الرد، واضح يعني، يعني حتى يعني عدم الارتياب الامتثال والى اخره، والتمرد. يعني القاضي سهيل عبود ما عارف عم وين عم بياخذهم، بين في سياق غير مطمئن، خلينا بديش ما بدي استعمل مصطلحات غير مطمئن، لحتى يقتنع اللبنانيون بهذا المسار على القاضي بيطار المحقق العدلي انه يبلش من لما وصلت باخره روزوس على المرفأ الى الانفجار، يستدعي كل الناس اللي لها علاقه ومسؤوليات على البور، هيك بنكون عم نعمل تحقيق شفاف ويدين من كان له يد في تفجير المرفأ وتدمير طيب، وإذا استدعنا نصف ما رح بيروت. نرجع نوقع إذا في صلاحية المحقق العدلي، أو بدنا نروح على محكمة الرؤساء والوزراء؟ إيه؟ نرجع على نفس الدوام، هي مش قصة إنه ما استدعيت غيرنا استدعيتنا، هي قصة إنه لا نريد الامتثال أمام القضاء، لأننا لا نثق بالقضاء. بمطرح تاني منوثق أمام القضاء، يعني بقصة الطيونة عند الرمانة، القضاء بيمشي حاله إذا كان مشى الأمور، لما يعني حكينا شوي في كمان رأي متضارب حسب القطعة، يعني يا منوثق يا نتالي لا. قبل انه في مشكله عدم ثقه عند اللبنانيين بكل المؤسسات وبما فيهم ومنا القضاء، القضاء. نحن عم نقول يعني احتراما لدماء الشهداء بهذا الانفجار الكبير، خلي القاضي يتعاطى بموضوعيه وواقعيه وبعداله بهذا الموضوع ويستدعي كل العالم لها كانت مسؤوليات ويحط النقاط على الحروف، انه هلا يعني ما في بقي الا ثلاث اربع اشخاص، وحتى يعني الموقوفين في جزء كبير منهم كمان مظلومين وعاملين شغلهم وبيعطين مراسلات، يعني عبد الحافظ القيسي والله شفيق مرعي والله اكس والله اجرب بدري بيعطين ظاهر. مراسلات وبدري ظاهر وخالصين، طيب ما في حدا ما استجاب لهذه المراسلات، وكان في نقطة مفقودة حلقة مفقودة انه هيدي النيترات لمين؟ وسألنا مين يلي جابها؟ طيب هيدا اوكي السؤال مبين انه الأساس. اجوا اصحابها وطالبوا فيها ومنعوهم من ان ياخذوها لانه كانوا عم بيبيعوا منها، هيك مبين واضح، والا يعني حدا بحط قنبلة ببيته واللي بخليها تنفجر وقت يعني اي حدث يصير، وهذا مسؤوليات يعني جسيمة وعظيمة وخطيرة جدا، بس القاضي عم يتعاطى معها باستنسابيه وبخفه وب يعني سقف وصيف وشتاء فوق تحت سقف سقف واحد. واحد. إن شاء الله 2022 تحمل شوية هيك جلاء لها الحقيقة، ويكون التحقيق يرجع على مساره الصحيح، لأنه مثل ما قلنا ما بتتبلسم الجروح إلا على القليلة بمعرفة الحياة ومحاسبة الفاعلين. أنا بدي أشكر حضورك معي بهذه الحلقة، ولو إنه جاي من محل بعيد، هلا المشوار صار محرز، محرز. تستاهلوا انتوا بتستاهلوا. أهلا وسهلا فيك دكتور طارق عبود، مرة جديدة بنقول لك سنة خير يا رب، وإلى لقاءات مقبلة إن شكرا شاء الله. نتالي. شكرا لكم مشاهدينا لحسن المتابعة، أعود ألقاكم بنشرة 8 إلى ربع، إلى اللقاء.